معك من الانفجارات المتتالية والعنيفة التي هزت العاصمة السورية دمشق، ماذا عن تفاصيل هذه الانفجارات؟ أعتقد بأن مسار العمليات الجوية الإسرائيلية في استهداف بعض النقاط التي تتموضع فيها إيران ما زالت مستمرة ولن تتوقف، رغم إعلان إيران التهدئة مع الولايات المتحدة، إلا أن الجانب الإسرائيلي يرى بأن هنالك الكثير من المواضيع التي تهمه، وهنا أتحدث عن ملفات المسيرات وكذلك أيضا الصواريخ البالستية، لا سيما أن إيران باتت في المرحلة السابقة تستخدم آلية تصدير عبر التجزئة وذلك من خلال قوافل الزوار، وهنا أتحدث عن محيط العاصمة السورية دمشق، بالتحديد منطقة السيدة زينب، السيدة رقية، السيدة سكينة. وبالتالي أمام هذا التصعيد الإيراني أعتقد بأن إسرائيل أيضا لم تغب عن الأجواء السورية بشكل عام. نعم. ما زال حتى هذه اللحظة التي نتحدث فيها سلاح الجو الاستخباراتي الإسرائيلي 122 موجودا في الأجواء السورية ويرصد كافة التحركات الإيرانية، لكن اللافت اليوم عندما نتحدث عن أن إسرائيل انتقلت من مرحلة استهداف الشحنات والمستودعات إلى مرحلة استهداف الشخصيات، اليوم نتحدث عن هدف رباعي، 4 زوايا تم استهداف فيها المنطقة التي يتموضع فيها قادة من الحرس الثوري الإيراني، وأعتقد ربما هذا المبنى يكون أحد غرف العمليات التي يستخدمها الحرس الثوري الإيراني وحزب الله وباقي الميليشيات المتواجدة على الأراضي السورية. نعم، إذا سيد النعيمي، كما أشرت وكما أشارت المعلومات إلى أن الموقع المستهدف في منطقة كفر سوسة تحديدا يقع في مربع للمقار الإيرانية، وبناء المسيرات استهدفت لربما اجتماعا أمنيا رفيعا، لكن ماذا عن استهداف مخازن الأسلحة كما قيل؟ نعم، أعتقد حتى هذه اللحظة لا معلومات دقيقة حول ماهية الاستهدافات أو طبيعة الاستهدافات، وأرى بأن هذه المرحلة بالتحديد تتطلب من الجانب الإسرائيلي عدم التصعيد المفتوح مع هذه الميليشيات، لذلك هي تلجأ إلى استثمار المناخ العام من هذا المشهد بحيث تستهدف قادة وخبراء الحرس الثوري الإيراني، بدلا من أن يكون هنالك جهدا يؤدي أيضا إلى ردودة فعل أي إيرانية باتجاه القواعد الأمريكية أو حتى باتجاه الجانب الإسرائيلي، وشهدنا ذلك من خلال إعلان ما يطلق عليها فصائل المقاومة الإسلامية بأنها أطلقت مجموعة من المسيرات استهدفت داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة. نعم. وبالتالي إيران الجانب الإسرائيلي يلجأ اليوم إلى استهداف شخصيات بدلا من شحنات الأسلحة، وهي رسالة مباشرة إلى طهران والنظام السوري بأننا قادرون على استهداف الشخصيات رفيعة المستوى أيا كانت موضوعها، وسواء كانت في قواعد عسكرية أو في مزارع أو حتى في المربعات الأمنية التي تتواجد فيها عناصر قوات النظام السوري. وربما في اللحظات القليلة القادمة يعلن النظام السوري عن حجم الخسائر التي ألمت به، نتيجة لأن المنطقة هي تعتبر أيضا منطقة سكنية ويتواجد فيها عناصر من قوات النظام. كذلك أيضا على المحور الآخر نتحدث عن أن هنالك استراتيجية لدى إيران، وهي الصمت الاستراتيجي الذي تستخدمه في مواجهة الجانب الإسرائيلي بحيث لا تعلن عن حجم الخسائر التي تكبدتها، ويقابل ذلك أيضا الجانب الإسرائيلي لا يعلن عن حجم تلك العملية من حيث الأهداف، لكنه يحدد بأن هذه العملية قبل دقائق يعني من الآن أعلنت إحدى المعرفات التابعة للإعلام العبري بأنها استهدفت شخصية في المنطقة التي كان يسكنها عماد مغنية، في دلالة واضحة على أن إسرائيل ما زالت هي معنية بمشروع متابعة الشخصيات رفيعة المستوى، وبغض النظر عن مسارات التهدئة العسكرية إلا أن مسار التصعيد الاستخباراتي ما زال هو سيد المشهد.